أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله خلال ترأس سموه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء عقد في محمية الزوراء الطبيعية في إمارة عجمان الدورة الثالثة لحملة أجمل شتاء في العالم. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن السياحة مقوم رئيسي من مقومات المنظومة الاقتصادية الشاملة ومساحة ممتدة للشراكات المثمرة بين مؤسساتنا الوطنية الاتحادية والمحلية، وازدهارها يمثل ثمرة التعاون البناء بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال سموه: ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء في محمية الزوراء في إمارة عجمان، أطلقنا خلاله الموسم الجديد من حملة السياحية الوطنية الداخلية أجمل شتاء في العالم. عجمان الرمال البيضاء والحصن الأحمر وجبال مصفوت ووديان المنامة هي محطة انطلاق الحملة هذا العام. كما قال سموه: عجمان دار الأمان، شهدت نقلة سياحية واقتصادية وعمرانية بإشراف أخي حميد بن راشد حفظه الله، وبعمل ميداني جاد من الشيخ عمار بن حميد وأخوانه، قيادات إماراتية شابة نفاخر بهم، وحكمة في الحكم للشيخ حميد تقودهم لكل خير في خدمة البلاد والعباد. وأضاف سموه: حملة أجمل شتاء في العالم حققت زيادة في السياحة الداخلية بنسبة 36% في عام 2021 لتصل إلى 1,300,000 سائح داخلي. هدفنا إبراز جمال الإمارات وقراها ووديانها وجبالها وروعة برها وبحرها، وأهم من ذلك قيم أهلها. وشعار هذا العام هو: موروثنا لنشر قيم أجمل شعب. تستهدف حملة أجمل شتاء في العالم في دورتها الأحدث تعزيز تنوع الاقتصاد الوطني ودعم المنظومة السياحية وتوفير تجربة مميزة للزوار مبنية على التنوع السياحي، حيث حققت الحملة في دورتها الثانية نتائج مميزة تمثلت في تحقيق 1,500,000,000 درهم كعوائد خلال شهر واحد فقط، فيما ارتفع عدد السواح المحليين لأكثر من 1,300,000 سائح بزيادة بلغت 36% مقارنة بالنسخة الأولى للحملة، وحققت زيادة بنسبة 50% في عدد نزلاء المنشآت الفندقية.